ما بختارش عدو. طب اختاره ازاي؟ لا يعني ما تدخلش في عداوات مع لا اي لا حد. ابدا ابدا. ما انا بقول لك انا مبدئي في حياتي ان انا ما ابصش اللي بيعاديني. طبعا النجاح هنا ليه اعداء كتير جدا انا بيطلعوا لي من ده. انا ازاي اتحول من موظف في مصلحه الاثار الى شخصيه عامه؟ دي معجزه ما صحيح بتحصلش، طبعا. يعني معجزه. لكن انا بقول لك ايه، بدافع عن نفسي كويس جدا لكن ما ببصش لحد. لا ايوه لا انت احسن مني ولا انا احسن منك، لا انا ماشي كده. عندي هدف. اكتب كتب، احصل على جوائز. هل لا غيرانين لا من نجاح ما حضرتك ولا؟ مش انا بس. طب هل احنا عندنا مشكلة في السيستم مخلية كل واحد مش واخد مكانه مظبوط، وده لا لا يمكن كل يكون ما هو انت مخلي كل تاخدي الناس بتبص انت لبعض؟ عشان تاخدي مكانك مظبوط، ما هو مش ممكن تكون انت مبدعة وتكوني ومش تاخدي مكانك. لكن مش ممكن تكوني جاهل لواحد يكون جاهل ايوه وعايز ياخد حق حد. ما ينفعش. ايوه انت لو ما بتتعلمي كويس وبتشتغلي كويس العالم كله وبتدافع عن حلمك. فبالتالي انت يعني انا العالم اعترف بيا، اديني جوائز. لو انا بقى جاهل العالم مش هيعترف بيا. فمش ايوه ممكن انا اطلب، يعني ما مش يعني مش ممكن يبقى زي ما انت بتقولي ارد عليكي ان واحد مش فاهم حاجه عايز يبقى كويس ازاي. ما ينفعش. ايوه الانسان لازم يتعلم كويس ولازم يحب الناس، ما يحقدش على حد، ويبقى يمشي كده ما يبصش كده. انا هقول لك قصه. مره كان في مجله عالميه اسمها نيويوركر. ايوه المجله دي بتكتبش غير عن مش المشاهير، مشاهير المشاهير. فعملوا عني 17 صفحه، ايوه نصها ناس بتشتم فيا ونصها ناس بتتكلم كويس عني. فانا وعمر الشريف كنا مسافرين جنب بعض في الطياره رايحين الدومينيكان ريبابليك. فعمر بيقول لي انت زعلان ليه؟ متضايق كده ومتنرفز. قلت له انا متنرفز يا عمر، شفت المجله دي ناس بتشتم لي. قال لي طب استنى اما نوصل اقراها واقول لك رايي.